أيضا ينضم إلينا هاتفيا للمزيد من المتابعة والتحليل الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، بعد التحية، يعني جهود إنسانية حثيثة تبذلها مصر لإغاثة الشعب الفلسطيني منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي، كيف تتابع وتقيم تلك الجهود؟ أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون المصري، وكل سنة وحضرتك طيبة. طبعا يعني في ظني وتقديري أن القاهرة لعبت أدوار كثيرة ومركبة في دعم القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، ومنذ أحداث 7 أكتوبر لم تتخلى مصر عن تقديم كافة أوجه الدعم السياسي والإغاثي وحتى الدبلوماسي، وخاضت حرب دبلوماسية شرسة في سبيل أن يكون هناك ظهير حقيقي للقضية الفلسطينية، بما يتوافق مع رؤية مصر للحل. ونجحت القاهرة في تكوين هذا الظهير بانعقاد قمة القاهرة للسلام، ولم تتخلى القاهرة عن دورها الإنساني الكبير الذي قدمته على مر التاريخ، ونجحت في الضغط وبقوة على الإدارة الأمريكية وإسرائيل لإنفاذ ولو جزء من المساعدات الإغاثية والإنسانية. وحتى الشباب المصري والمجتمع المدني المصري كان يقف خلف القيادة السياسية وخلف القضية الفلسطينية، باعتبار أن الشعب المصري والقيادة السياسية ينظرون للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصرية في الأساس، وهذا يظهر من حجم المساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمت من الدولة المصرية. إحنا بنتحدث عن قرابة 87% من المساعدات التي دخلت لقطاع غزة جميعها من الدولة المصرية ومن المجتمع المدني، و 13% من باقي دول العالم، كدلالة واضحة على حرص الدولة المصرية لرفع المعاناة عن الأشقاء في فلسطين. وبالتالي القاهرة الآن تسعى بكل قوة أولا إلى وقف إطلاق النار، والعمل على أن يكون هناك دور حقيقي للأمم المتحدة التي تتبنى الرؤية المصرية بشكل واضح في ضرورة إنفاذ كافة أوجه المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كل بقعة من بقاع غزة. دكتور حامد، في الواقع لم تغلق مصر معبر رفح الحدودي أبوابه يوما لاستقبال المصابين أو عبور المساعدات، ولكن في الوقت ذاته كانت هناك معوقات من الجانب الآخر، معوقات لوجستية وتقنية من الجانب الإسرائيلي. أهم المعوقات والتحديات التي واجهت مصر في سبيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني؟ طبعا من أهم المعوقات اللي بتمنع إدخال المساعدات من قبل الجانب المصري، لأن مصر لم تغلق معبر رفح ولو لثانية واحدة، نجد أن الجانب الإسرائيلي قام بقصف معبر رفح من ناحية الجانب الفلسطيني لأكثر من 4 مرات، بالإضافة إلى أن المساعدات التي كانت تدخل للقطاع، خاصة أن الدولة المصرية قبل بداية هذه الأزمة كانت المساعدات تدخل من مصر إلى قطاع غزة حوالي من 600 ل 700 شاحنة يوميا، والآن تتعنت إسرائيل في إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية سواء لشمال القطاع الذي كانت القاهرة لعبت دورا محوريا في الهدنة الأولى وسعت وبكل قوة إلى إنفاذ المساعدات إلى الشمال، وعندما تعنت الجانب الإسرائيلي في إنفاذ المساعدات لجأت القاهرة بشكل واضح إلى الإنزال الجوي لكي ترفع المعاناة عن الأشقاء تحديدا في شمال قطاع غزة، باعتباره هو منطقة منكوبة مثلها مثل الزلازل والبراكين التي تنزل في أي مكان، وبالتالي القاهرة تحركت في هذا الاتجاه. يعني حتى عندما تدخل المساعدات نجد أن إسرائيل يعني لا تسمح بإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة مرة واحدة، بل تتجه المساعدات إلى معبر العوجة بسير الشاحنات لحوالي 40 كيلومتر وتقوم بالتفتيش وإفشال إيصال المساعدات. في هناك نوع من المساعدات أو الكثير من المساعدات ترفض إسرائيل إدخالها إلى داخل القطاع، ثم العودة من معبر العوجة مرة أخرى، وبالتالي الشاحنات تسير أكثر من حوالي 100 كيلومتر ثم تدخل بعد ذلك إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى التعنت الإسرائيلي الواضح في استغلال المساعدات الإغاثية والإنسانية كسلاح لتنفيذ مخططها في تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما وعد إليه الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى، وتسعى بكل قوة وبالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين إلى إنفاذ المساعدات إلى داخل القطاع. دكتور حامد، يعني الجهود المصرية لا تتوقف، برأيك سياسيا وقانونيا وإنسانيا ما هو الدور المصري في المرحلة المقبلة سواء بشكل فردي أو بشكل إقليمي؟
يعني وقوف الدولة المصرية بهذه القوة هو بيعطي رسالة للمجتمع الدولي أن الدولة المصرية ولإسرائيل أن الدولة المصرية لن تتخلى عن حلم الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وأقامة دولتهم العادلة. وهذا ظهر من انعقاد قمة القاهرة للسلام والتأكيد على ثوابت مصر لدعم القضية الفلسطينية. هذه القمة التي شارك فيها أكثر من 31 دولة وثلاث منظمات أممية وخرجت بضرورة تنفيذ مبدأ حدل الدولتين، ضرورة إنفاذ المساعدات، ضرورة كسر الحصار عن قطاع غزة. هذا على المستوى السياسي، على المستوى القانوني مصر قدمت مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية وما زالت تقدم كل أوجه الدعم للفريق القانوني لكي تخرج إسرائيل كدولة يعني ارتكبت كل أنواع الجرائم وعلى رأسهم جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. أيضا على المستوى الدبلوماسي وخاضت مصر معركة شرسة يعني بعد قمة القاهرة التي كانت الأساس للعقاد القمة العربية الإسلامية بمشاركة 57 دولة، انبثقت عنها المجموعة الوزارية العربية التي جابت كل دول العالم لضرورة إقناع المجتمع الدولي بالوقوف خلف الحق الفلسطيني في إقامة دولته العادلة، ونتج عن ذلك قرارات مهمة في مجلس الأمن سواء القرار 27-28 الخاص الذي صادر ولم ينفذ نتيجة أن وليس هناك إرادة سياسية أمريكية للضغط على إسرائيل لتنفيذ هذا القرار، وأيضا القرار 17-20 القاضي بضرورة إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية. وحتى عندما أصدرت محكمة العدل الدولية قرارات وتدابير احترازية كانت مصر من أكثر الدول التي تضغط على دوائر صنع القرار العالمي لضرورة إنفاذ هذا القرار بما يتوافق مع رؤية مصر في تنفيذ الكثير من المواقف الإيجابية لدعم القضية الفلسطينية. نعم، جزيل الشكر لحضرتك الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا.